بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ مجيب معكم مرة ثانية. المرة مو مع توزيعة لينكس، المرة مع برنامج إيفوليوشن. طبعا برنامج إيفوليوشن راح يفيدك بقراءة البريد، تمام، بدل ما أنك تدخل مثلا على الجيميل، تمام، علشان تفتح بريد. لا، الإيفوليوشن راح يجيب لك إياه على سطح المكتب أو على البرنامج نفسه. يجيك تنبيه هنا بالقائمة أنه وصلك رسالة جديدة، بدل ما أنه ما تدري على وصلك أو لا، أو بدل ما أنك يعني أحيانا تفقد بعض التنبيهات وبعض الرسائل المهمة. قبل أبدأ خلنا بشوف بعض التعليقات، بس نرجعت لنا جاي بسرعة. يقول سالك أنه ليش مصبات جهازك أنا شيء شلون صرت زيارة كامل بالشاشة ذا الشيف والمنتي بشتغلت مني تتبيز. بالنسبة للتوزيع على كامل الشاشة، تأكد أنك نزلت القست اسمه القست اديشنال درايفرز أعتقد اسمهم، تمام. خلنا نفتح الفيرتشوال بوكس على السريع. هذا لينكس، تمام. تروح الديفايسز بعدين انستول جيست اديشنز. حلو. طبعا الحين بتكلم مو مع شخص مبتدئ، راح اتكلم معني مع شخص يفهم وش لينكس. بعد ما تسوي هذا اللي راح يصير انه راح يكون عندك اسطوانه وهميه على الـ 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 على اللينكس. كل اللي عليك تسويه انك تكتب الطرفيه سي دي، وبعدين تروح لم المكان المعين للاسطوانه، مثلا سي دي ميديا بعدين فيرتشوال بوكس، تمام. راح تحصل ملف شل، تمام. خلنا نفترض انه بالشكل هذا سي دي ميديا، تمام. طبعا ميديا حاليا ما عندي فيرتشوال بوكس، لكن عندي ابونتو اسطوانه ابونتو. خلنا نفترض ان هذه الفيرتشوال بوكس. راح تكتب شل وبعدين تكتب نقطه بالشكل هذا، وبعدين تكتب لا اله الا الله انستول اعتقد، وشغله زي مثل هذه موجوده بالاسطوانه، هي شل عموما، هي مكتوب انك لينكس. بعد ما تحمل راح يبدا بتنزيل الاعدادات والكيرنل المناسب بحذف الكيرنل. اعد تشغيل الفيرتشوال بوكس، النظام على الفيرتشوال بوكس راح يمشي معك زي الحلاوه، بس تاكد انك منزل من عند موقع الاوراكل. اوكي. مواصفات ما تقدر تسوي شرح، لكن نبي بدري ايفوليوشن. اوكي، اجل تسويها الحين. وجهه نظري توزيع بي سي لينكس ممتازه، لكن تحتاج تطوير النواه القديمه وتعصبين مخالفينهم. هذا توزيع فاشل. طيب بالنسبه للنواه، لا، النواه مناسبه جدا للتوزيع نفسه، يعني حسب كلامهم ان النواة هذه مناسبة لسطح المكتب، وهم كل اللي مدققين عليها والمتابعين عليها انه يكون سطح المكتب سريع وما لهم شيء عندهم. اما بالنسبة لتكرار البرامج فيه كثير صراحة، طبعا هذه دافع عن توزيع بس لينكس. اوكي. بالنسبة للشباب هنا، ابن الحاسب نفس كلامك هناك، اظن ان البي سي لينكس في 12 قد صدرت، لكن انت شككت بمعلوماتي، رحت هناك. كلامك صحيح كي دي اي ديسكتوب، لكن انا اتكلم عن الفول مونتي حبيبي، الفول مونتي اللي الحين نزلت 2012. طيب الايفوليوشن، الايفوليوشن طبعا تلقائيا راح تحصله موجود. اذا ما حصلته كذا عليك تكتبه انه apt get install evolution، تمام، او تحصله مع قائمه البرامج، هذا اسمه. اوكي. طيب نفتح الايفوليوشن معك الحين نافذه تنفيذ الايميل. طبعا انا سويت باك اب قبل ما اسوي الشرح هذا عشان ما اضيع شيء، لكن بيجيك الحين الفول نيم. الفول نيم هذا اسمك اللي راح يظهر به اذا سالت رساله، ايش راح يظهر اسمك. خلنا بسميه عبد المجيب محمد. اوكي. الجيميل حقي عبد المجيب @gmail.com. اوكي. كونتينيو. نوع هذا حط فيه او بي، بعدين روح للجيميل، راح لاعدادات الجيميل نفسه، وراح تحصل هنا اعاده توجيه الوصول. تاكد انه تم تمكين البروتوكول. اوكي. حط هنا تم التمكين وبعدين سوي حفظ عشان تقدر تستلم البريد. اوكي. سوينا تمكين، كل اللي عليك تكتبه هنا pop.gmail.com. اوكي. وهنا طبعا راح تختار المنفذ 995 اللي هو منفذ محمي. يوزر نيم تكتب الايميل @gmail.com، مثل ما قلنا انه محمي SSL. اوكي. كونتينيو. هنا التحقق او شو اسمه التاكد من وجود البريد كل 10 دقائق، انا بالنسبه لي احطه كل دقيقه. اوكي. اخلي الخيارات هذه لا تعدل شيء. كونتينيو. يجيك هنا البريد. اوكي. خله مثل ما هو عليه SSL encryption. كونتينيو. كونتينيو. ابلاي. راح اسالك عن الباسورد. طبعا هذا الباسورد مشفر. طبعا انت حر تحط ريمبر ولا تحط فيتشنج. اوكي.
الحين لو في بريد راح يوصل، بس ما في بريد. نجرب ارسل رسالة على نفسي عشان اجرب الصادر والوارد. تو دومجيب @gmail.com عنوان الرسالة تجربة الارسال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا اجرب الارسال. طيب سد، وهذه الميزة انك ترسل وتستقبل رسالة بدون ما تدخل على الموقع. يلا الاتصال، لا اتصالي تمام، انتظر لانه ليش ما يرسل. اوكي خلوك شوي. طبعا هذا بالنسبة لعدادات الجيميل، عدادات الهوتميل بنفس الطريقة تقريبا، ممكن في بورت معين ابحث عن البورت، لكن الغالبية راح تستخدم الجيميل يعني بعد ثورة الاندرويد هذه. اوكي ما راح يرسل، عندي مشكله بالاتصال، لكن تقريبا الموضوع تمام. عشان اجرب خلينا نجرب ننشئ رساله من هنا مباشره. تمام الى دون هذا هنا. اوكي ارسال. اوكي تم ارسال. اوكي استلمته. بس خلصنا. طبعا بالنسبة للرسالة انت راح يضبط معك لان عندي مشكلة بالاتصال. الى هنا خلصت، شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال يرسل غبي.